استقر السيد الرئيس على مناطق جنوب القاهرة بامتداد محور حسب الله الكفراوي الذي يربط مناطق زهراء المعادي بكورنيش النيل وصولا لطريق أسوان. استكمال الأعمال إنشاء وتطوير القرى ومحاور جنوب القاهرة، سيادتك فندم القاعدة على إنشاء امتداد محور حسب الله الكفراوي مرحلة أولى بطول 6 كيلومتر ابتداء من تقاطعه مع محور حسب الله الكفراوي ومحور محمد عزت عادل في منطقة زهراء المعادي وانتهاء من تقاطعه مع طريق أسوان الزراعي الغربي نهاية المرحلة الأولى فندم. المحور فندم بيتضمن إنشاء عدد 5 كوبري لتحرير الحركة المرورية بإجمالي أطوال 3.8 كيلومتر. الكوبري الأول يا فندم تقاطع مع محور حسب الله الكفراوي ومحور محمد عزت عادل بطول 500 متر وبعرض 4 حرم مرورية لكل اتجاه. كوبري تقاطع مع طريق الاسطورات